يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. ضيفي في هذه الفقره استاذنا الكبير الدكتور ياسر ايوب. دكتور ياسر صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. الله يخليك. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. ساعات وتنطلق بطوله كاس الامم الافريقيه ان شاء الله، بطوله موفقه من الكاميرون وان شاء الله موفقه لينا كمصريين ومنتخب مصر يا رب ان شاء الله. تاريخ طويل وعظيم لكاس الامم الافريقيه، كله انجازات الحمد لله لمنتخبنا الوطني، وبالتاكيد كله مواقف وحكايات عظيمه جدا موجوده في جعبه حضرتك. اشكرك. عايز بس اقول انه البطوله دي تحديدا اللي هي بطوله 33 ما ينفعش نقدمها بالشكل المعتاد اللي احنا اعتدنا عليه في كل بطوله امم افريقيه سابقه. يعني ما ينفعش نقول البطوله هتبدا والابرز المرشحين للفوز باللقب وابرز النجوم وكده، يعني الكلام العادي يعني. لانها بطوله استثنائيه. بطوله يعني كانت شهدت صراع بين افريقيا واوروبا. فعندك وقت احكي لك الحكايه الصراع الاول قبل ما نخش في البطوله؟ انا طول ما انا قاعد مع حضرتك بيبقى عندي وقت. ماشي. انا بقعد كده ايه، مشاهد وليس مقدم برامج، بقعد استمتع يعني. فاتفضل. الحكايه بدات بانديه اوروبا مش عايزه البطوله تتلعب في الوقت ده. علشان نجوم كتيره جدا بيلعبوا في انديه انجلترا وفرنسا بالتحديد. صحيح. فبدات الانديه تضغط على الاتحاد الافريقي انه ياجل البطوله الى وقت اخر بعيد عن الدوريات الاوروبيه. صحيح. الاتحاد الافريقي رفض. فبدا الاعلام الاوروبي حرب غريبه جدا على الكاميرون وعلى البطوله. فبدا الاول الكلام على انه الكاميرون الانديه خايفه على لاعيبتها من اوميكرون، وانه في وباء في الكاميرون فمش هينفع البطوله تتلعب، وهم خايفين على لاعيبتهم فمش هيقدروا يبعتوا لاعيبتهم. فالكاميرون ردت وقالت انه عدد حالات الاو مايكرون في اوروبا اكتر من افريقيا. صحيح. وبعدين الغريب بقى انه الدوريات الاوروبيه هي اللي اتاثرت، وماتشات في الدوري الانجليزي هي اللي اتلغت عشان او مايكرون. فشلت حكايه او مايكرون. فبدا فجاه الاعلام الاوروبي برضو او الانجليزي والفرنساوي بالتحديد تذكروا فجاه ان الكاميرون فيها اضطرابات سياسيه وفيها احداث وفيها عنف وفيها ارهاب، وانه ما لازم نخاف على نجوم افريقيا من اللعب في هذه الاجواء. المهم فشلت كل المحاولات دي. فبقى الامل الاخير ايه؟ هو انفانتينو. وانفانتينو من ناحيته كان سعيد جدا ان هو يلبي مطالب الانديه الاوروبيه علشان حاجتين. الحاجه الاولانيه اوروبا غضبانه عليه عشان عايز يعمل المونديال كل سنتين. وتشيفرن رئيس الاتحاد الاوروبي عمل حرب مع رئيس امريكا اللاتينيه وهدده بالانسحاب من كاس العالم. فانفانتينو لقى فرصه انه يغازل اوروبا ويسترضيها ويحقق لها مطالبها بتاجيل بطوله افريقيا. في نفس الوقت كان انفانتينو معتبر ان افريقيا دي بجيبه، يعني هو اللي من على الكاف وهو اللي عايز يعمل بطولة العالم المونديال كل سنتين عشان هيدي افريقيا فلوس اكتر. صحيح. وهيعمل دوري السوبر في افريقيا وهيعمل حاجات كتير لافريقيا، فكان عنده يعني ضمانة 100% ان افريقيا لن ترفض له طلب. صحيح. ففوجئ انفانتينو بانه في افارقة رافضين يلعبوا دور عرايس الماريونات اللي يحركها صوابع انفانتينو. هايل. فوجئ انفانتينو بافريقيا بتقول له لا. فكانت يمكن اكبر لا، او مش اكبر يعني ثالث اكبر لا في تاريخ افريقيا للفيفا. عشان كده يعني البطوله دي ليها وضع خاص جدا وليها مقدمه كمان لازم تبقى خاصه جدا بيها، لانه افريقيا انتصرت على اوروبا وعلى الفيفا. وده يجرنا للعداء الطويل جدا بين افريقيا وبين الفيفا اللي من خلاله بطوله الامم اتعملت. اول حاجه عايز اقولها انه مثلا بطوله امريكا اللاتينيه بدات 1916 في الارجنتين، وبطوله اسيا بدات في هونج كونج سنه 56، وبطوله اوروبا بدات سنه 60. فلما بتيجي بطولة افريقيا تعمل 57 فتبقى هي المفروض الثالثة.
كل اعلام اوروبا لو انت فتحته هتلاقي يقول لك ان بطوله اوروبا هي البطوله الثالثه في التاريخ بعد امريكا امريكا اللاتينيه اللاتينيه وبعد اسيا. اسيا، مفيش افريقيا. هي يمكن دي حاجه صغيره لكن تعكس اللي انا عايز اقوله، انه اوروبا دائما عندها نبره تعالي على الكره الافريقيه. صحيح. فبدا بقى الحكايه سنه في يونيو 54، كان في رودولف ويليام، ده كان رابع رئيس للفيفا، وكان اجتماع في برن الجمعيه العموميه للفيفا، وعايز يحقق امنيه كانت لجور ريميه اللي بدا كاس العالم، بانه يبقى فيه ممثل لافريقيا في اللجنه التنفيذيه للفيفا. فعبد العزيز سالم ووفد من افريقيا عرضوا الفكره وطلبوا ان هم ينضموا ويبقى فيه مقعد لافريقيا في المكتب التنفيذي. قام مندوب الارجنتين وثار جدا ورفض هذا الاقتراح، وقال الافارقه يكفيهم شرف ان هم بيلعبوا معانا في بطولات كاس العالم، لكن مش من حقهم يشاركونا في اداره كره القدم في العالم، وان الافارقه ناس هواه ولا يرقوا الى ان هم يقعدوا معانا على الترابيزه في القرارات التي تخص كره القدم. فوقف محمد عبد الحليم محمد مندوب السودان او ممثل السودان او رئيس الاتحاد السوداني، والقى خطاب يعني بليغ في عداله كره القدم وفي حق افريقيا في انها تكون موجوده. واصر مندوب الارجنتين وبعض الدول الاوروبيه على انه اثار افريقيا لا. فطلع عرضوا الامر للتصويت، وقعد مندوب الارجنتين يلف على اوروبا وامريكا اللاتينيه اثناء الساعه اللي قبل التصويت يحاول يقنعهم برفض هذا الاقتراح، ففشل. وعبد العزيز سالم وعبد الحليم محمد والتسيمه من اثيوبيا نجحوا في الحصول على هذا الحق، واصبح عبد العزيز سالم اول افريقي يبقى عضو في المكتب التنفيذي للفيفا. بدا الصراع، وعبد العزيز سالم جه بعد كده رئيس الفيفا ارثر دروري الانجليزي، فكان داخل الانتخابات، فعبد العزيز سالم قال له انا اضمن لك اصوات الاربع دول الافريقيه اللي هي مصر والسودان واثيوبيا وجنوب افريقيا لو انت وافقت ان احنا ناسس اتحاد افريقي. وبالفعل اتاسس الاتحاد الافريقي وبدا الاستعداد لبطوله امم افريقيا. فالبطوله ولدت اولا ضد رغبه اوروبا، ضد عدم احترام اوروبا للكره الافريقيه، فكانت شيء مهم جدا ان افريقيا تبدا بطوله الامم بتاعتها يعني. عظيم. طيب تنظيم اول بطوله لكاس الامم، احداثها كواليسها، الناس تتعامل دايما مع اول بطولتين لكاس الامم وكانهم بطولتين وديتين ما كانوش بطولات رسميه بعدد المنتخبات اللي كانوا موجودين فيها. لا، هي البطوله كانت في الخرطوم في السودان، واتعمل اجتماع في الهيلتون الخرطوم، وحضروا الاربع دول مصر والسودان واثيوبيا وجنوب افريقيا، وطلبوا من كل دوله انها تقدم قائمه باللاعبين اللي هيشاركوا في هذه البطوله. مصر قدمت القائمه بتاعتها، السودان قدمت القائمه بتاعتها، اثيوبيا فوجئوا بمندوب جنوب افريقيا مقدم قائمتين. فسالوه يعني ايه قائمتين؟ احنا بنتكلم على منتخب واحد. قال لهم لا، هو ده منتخب للسود وده منتخب للبيض. تحبوا تلعبوا بانهي؟ احنا مش هنقدر نحط الاثنين في فريق واحد. ما عندناش بيض يلعبوا مع السود ولا سود يلعبوا مع البيض. عايزين منتخب الابيض موجود. عايزين منتخب الاسود موجود. لكن الاثنين مع بعض لا. فيش بعد كده. فاختاروا انتوا. طبعا الناس رفضت واصروا على استبعاد جنوب افريقيا طبعًا. فبقت البطوله من ثلاث دول، مصر السودان مصر أثيوبيا. السودان واثيوبيا، وفازت بها مصر. بس هي ما كانتش يعني بطوله ضعيفه، هي كان دي البدايات. ما هو سهل دلوقتي ان احنا واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم على بطوله الامم
نهزر او نتريق او نقلل من قيمه بطوله 57. جت البطوله اللي بعديها في القاهره 59، ومصر والسودان بيلعبوا الفاينل يعني. فبالليل في الفنيه العسكريه كان معسكر المنتخب، كان الرئيس جمال عبد الناصر ليله الماتش النهائي قال انه هو كرئيس لمصر لا يعني من يفوز، لكن يعني ان الافارقه فعلا بقوا ايد واحده وقدروا ياسسوا اتحادهم وقدروا يعملوا اول بطوله امم، فاللي يفوز يفوز واللي يخسر يخسر، دي كوره. ده كان راي جمال عبد الناصر. عايز اجي بس قبل ما اخش في الصدام الثاني بين افريقيا والفيفا عشان بطوله الامم، اقف قدام جمال عبد الناصر، لانه يعني يقال انه جمال عبد الناصر كان هو المحرك الرئيسي وراء هذه البطوله، بطوله امم افريقيا. لانه جمال عبد الناصر كان شايف ان الكوره اهم بكثير جدا من انها تبقى اهلي وزمالك، وانه الكوره دي سلاح قوي جدا يجب استغلاله، لدرجه ان هو اصر على ان مباراه الاهلي والزمالك يعمل مباراه في الاهلي والزمالك لصالح تسليح الجيش المصري وتمويل صفقه الاسلحه التشيكيه. فدي كانت رؤيه جمال عبد الناصر للكوره، وده اللي حكاه برضو محمد لطيف الراحل على انه كان مهتم جدا لما سافروا البرتغال يحضروا اجتماعات الجمعيه العموميه للفيفا ويعلنوا تاسيس الاتحاد الافريقي، كان جمال عبد الناصر بيتابع دايما. ومحمد لطيف وعبد العزيز سالم دخلوا في صدام مع السودان على انه ليه مصر ما تبقاش هي المستضيف اول بطوله امم، ليه في الخرطوم. فالرئيس جمال عبد الناصر انزعج جدا وقال لا، تتلعب في السودان ما تتلعبش في مصر، احنا مش عايزين الاتحاد الافريقي او بطوله الامم عشان نخسر بعض او عشان نحارب بعض، احنا خدنا البطوله دي واسسنا الاتحاد عشان نبقى كلنا مع بعض. عظيم. مش ضد بعض. عظيم. لسه مكملين هذه الحكايات الممتعة جدا كالعادة مع الأستاذ الكبير الدكتور ياسر أيوب. بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله. مرة أخرى في حضرة دكتور ياسر أيوب. دكتور ياسر قبل الفاصل كان يتحدث معنا عن الصدام الأول بين الكرة الأفريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والآن يحدثنا عن الصدام الثاني. تعاملت 5 بطولات أمم أفريقية ودخلنا على تصفيات مونديال 1966 اللي استضافته إنجلترا. الأفارقة برئاسة عبد العزيز سالم فوجئوا بالفيفا بيسمح بمشاركة جنوب أفريقيا العنصرية وقتها، واجتمع الأفارقة وقرروا أنه لهم طلبين عند الفيفا وإلا ستنسحب أفريقيا من الفيفا. طلبين كانوا أنه جنوب أفريقيا ما تشاركش في التصفيات، والطلب الثاني كان دايما لغاية سنة 66 ما كانش فيه مقعد دائم لأفريقيا، كان هو مقعد واحد تنافس عليه دولة من آسيا مع دولة من أفريقيا في ختام التصفيات. هم عايزين مقعد دائم لأفريقيا. طبيعي. الفيفا استجاب نص استجابة للطلب الأول ونقل جنوب أفريقيا تلعب في تصفيات آسيا أصلا، مش في تصفيات أفريقيا. لكن رفض إنه يبقى فيه مقعد لأفريقيا. وعاد الفيفا لنفس رؤيته القديمة إنه الأفارقة بتوع كلام، وهم أقل من إن هم يهددوا الفيفا واقل من ان هم يتحدوا الفيفا وانه ما لهمش اعتبار يعني. فاجتمع عبد العزيز سالم مع الافارقه واتفقوا على موقف واحد وهو الانسحاب من تصفيات مونديال 66، واصروا على هذا الانسحاب. وكانوا 15 دوله مشاركه في التصفيات، وانسحبت الدول الافريقيه، وقالوا انه لو ما تمش تخصيص مقعد لافريقيا ثابت ودائم في نهائيات كاس العالم، افريقيا مش بس هتقطع التصفيات، افريقيا هتنسحب من الفيفا. يبقى الفيفا لا يمثل كل قارات العالم. صحيح. وبالتالي
استجاب الفيفا بعد المونديال لما اكتشف انه الافارقه دول بيتكلموا بجد، ومن سنه 70 بقى في مقعد ثابت لافريقيا. مفيش مونديال من غير قاره، يعني في قاره ما مش بتلعب في يعني هم ادركوا انه بيهددوا بينفذوا مش بتوع كلام. وبعد عبد العزيز سالم جه عبد الحليم محمد، جه تسيمه، تبادلوا رئاسه الكاف لغايه لما جت فتره السلام والوئام والوفاق مع الفيفا اللي هي فتره عيسى حياته. عيسى حياته ما كانش مهتم يعني مساله تطوير الكره الافريقيه او حقوق افريقيا، يمكن لانه دول كانوا من المؤسسين اللي عاشوا الصراع عشان يعملوا بطوله الامم وعشان يعملوا الاتحاد الافريقي، فكان عندهم دايما الكبرياء الافريقي وحسوا قد ايه هم المعاناه اللي عاشوها عشان يعملوا هذه البطوله وهذا الاتحاد، كان دايما عندهم الدافع للصدام. عيسى حياته جه كان الحياه بقى خلاص استقرت والكاف استقر وبقت افريقيا بتلعب وبتشارك في المونديال، فما كانش فيه صدام او فده يرجعنا تاني لإنفانتينو اللي استلم المهمة من بلاتر يعني، وبلاتر كان دايما حاطط أفريقيا في جيبه وأفريقيا ما بتقولش لأ وأفريقيا ما بتتحركش ما بتعترضش على أي حاجة، وهي مخزن تجارب الفيفا يعني. دوري السوبر ده أوروبا رفضته، مش رفضته بس، رفضته وأهانته، لكن أفريقيا نجرب فيها دوري السوبر، عايزين نلعب المونديال كل سنتين، انفانتينو يحاول يسترضي اوروبا وامريكا اللاتينيه واسيا عشان يوافقوا، لكن افريقيا معاه هتوافق مش هترفض. فحتى بلغت الذروه بقى في موضوع فاطمه سموره، ودي كانت قصه غريبه جدا، وعين فاطمه سموره تدير كره القدم في افريقيا. يعني بالظبط كده زي ما عملوا معانا في مصر في فتره من الفتره الماضيه يعني. فتشيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي يعني استاء جدا ورفض وقال ان دي اهانه لقاره باكملها، انه حتى لو كانت هي افريقيه اصلا من السنغال، وانه يعني ازاي يبقى في اتحاد افريقي منتخب المفروض انه يدير الكره في افريقيا، وتيجي امراه من الفيفا تقعد في القاهره هي اللي تدير شؤون الكره الافريقيه. صحيح. والمهم انه فاطمه مهمتها ما كانتش معروفه. ولما اعلنت انها مهمتها انتهت لانها حققت كل اهدافها دون ان تعلن ماذا كانت هذه الاهداف، ويعني نجحت في ايه ما حدش عارف لغايه دلوقتي. بعد كده عملنا البطوله وجه الصدام الجديد بقى الاخير بين صامويل ايتو وبين الفيفا. عايز اقول بهذه المناسبه انه كلام كتير قوي اتقال في السوشيال ميديا المصريه عن صامويل ايتو وهو كلام غير حقيقي، وصامويل ايتو لم يقل هذا الكلام مطلقا، سواء بشان انه انفانتينو هيقعد في الصف اللي ورا وانه انفانتينو مش عارف هيعمل ايه، وانه يعني الكلام ده ما كانش دقيق او حقيقي. اهم حوار اتعمل مع صامويل ايتو كان يوم الاربعاء اللي فات، حوار كان طويل جدا. اهم حاجه قالها صامويل ايتو وكلام محترم جدا يعني، قال انه هو كلاعب كره مش كرئيس اتحاد الكاميرون الجديد، شايف انه في المواهب الكروية في أفريقيا أكتر بكتير من المواهب اللي في أوروبا. ليه أوروبا هي اللي بتكسب؟ مش بس عشان أوروبا أغنى، لكن عشان أوروبا أكثر تنظيم. ولو جه في يوم وأفريقيا تم تنظيمها كرويا بالشكل اللائق، أوروبا لن تستطيع منافسة أفريقيا. وإنه حلم إن الفوز دولة أفريقية أو منتخب أفريقي بالمونديال هو حلم لم يعد مستحيل. وقال في الحوار انه مشوار افريقيا يمكن بدا بروجيه ميلا لغايه محمد صلاح، ده كلام صامويل ايتو، مرورا بنجوم كثيرين جدا،
النهارده بقى النجوم دي ليها تقل، وما بقيناش نتفرج على لاعب افريقي بيلعب في اوروبا كما لو انه البلياتشو اللي بنتفرج عليه وبنضحك. النهارده ابناء افريقيا بقوا مهمين جدا، بدليل الحرب اللي خاضتها انديه اوروبا عشان تاجل هذه البطوله. لو كانوا اللاعبين دول غير مؤثرين او غير مهمين ما كانش الامر هيعني انديه اوروبا. وضرب المثال بليفربول اللي هيستغنى عن محمد صلاح وهيستغنى عن ساديو ماني، وازاي هيعيش المنافسه بدون نجوم افريقيا. صحيح. انت انا شايف سامويل ايتو رئيس الكاف قريب، قريب دي مش السنه الجايه يعني، بس قريب يعني، اجلا عاجلا سامويل ايتو لاي على رئاسه الكاف. اسمه كبير مع ذكائه في تصريحاته، مع اكيد خبراته الثقافيه اللي خدها من دول اوروبيه كبير، خليته كمان متطور جدا. انا مش فاكر سامويل ايتو اعتزل امتى، بس انت تقدر تعرف؟ لا اعرف لك حالا دلوقتي، هقول لك. او من سنين يعني؟ طبعا من سنين يعني، مش امبارح يعني، او السنه اللي فاتت او سنتين او ثلاثه. لا لا لا، سامويل ايتو لما اصر على انه البطوله امم افريقيا تتلعب في الكاميرون في مكانها المحدد ووقتها المحدد، طلعت صحافه اوروبا من 3 4 ايام وقالت ان سامويل ايتو عليه مليون يورو ضرائب لما كان لعيب كوره. يعني في مفارقات تبقى غريبه جدا يعني، يعني سامويل ايتو اعتزل من سنين وفجاه اكتشفوا ان هو عليه ضرائب لاسبانيا لما كان بيلعب كوره. فسامويل ايتو انا معاك في انه ممكن يبقى رئيس الكاف، لكني اطمح انه يكون رئيس الفيفا كمان. لانه ليه ما يبقاش افريقي هو رئيس الفيفا؟ صح. افريقيا اكثر عددا. افريقيا هي، انا بقول افريقيا هي المستقبل. وزي ما قال ايتو انه لو يعني لو اتنظمت الكره الافريقيه صح واتعملت مسابقتها بشكل صحيح هتفرز نجوم كثيرين جدا يعني. لانه افريقيا زي امريكا اللاتينيه. اسمح لي بس اخرج بره السياق واقول لك كره القدم تبقى لعبه الفقراء والمهمشين. عمرها ما كانت لعبه الاغنياء. عمرها ما كانت لعبه اللعبه الناعمه. كره القدم سر قوتها وسر حلاوتها انها لعبه من تكاد الدنيا تظلمهم فبيلعبوا عشان ياخدوا حقهم. فده ينطبق على امريكا اللاتينيه وينطبق على افريقيا. صحيح. فافريقيا زي امريكا اللاتينيه بس لو اتيحت لها الفرصه. بالتاكيد. لسه مكملين هذه المتعه المستمره مع الاستاذ الكبير دكتور ياسر ايوب بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. لما تسأل أي حد عن أرقام تاريخية من كأس الأمم الأفريقية هيقول لك منتخب مصر فاز بكام بطولة، منتخب الكاميرون فاز بكام بطولة، عدد الأهداف للاعب الفلاني، عدد الأسيستات للاعب الفلاني. بس أكيد مع الدكتور ياسر أيوب عنده أكيد أرقام ممكن نسمعها لأول مرة. هي بطولة الأمم اللي هي تبدأ بكرة إن شاء الله دي تاني مرة تستضيفها الكاميرون، استضافتها سنة 72 وبتستضيفها في 2022. ملاحظة بس هنا انه عيسى حياته قعد 29 سنة رئيس للكاف. ما فكرش ولا مرة ان بلاده تستضيف امم افريقيا. فالكاميرون بتستضيف البطولة الثانية، هي لما استضافت البطولة الأولى خسرت. ما فازتش بيها. فما حدش يقدر يعرف هل الكاميرون في 2022 في المره الثانيه هتفوز بالبطوله، لا، لانه في 19 بطوله امم ما فازش بيها اصحاب الارض. واكثر دول خسرت البطوله على ارضها كانوا مصر مرتين وتونس مرتين واثيوبيا مرتين وغانا وغينيا الاستوائيه والجابون. في 19 بطوله صاحب الارض لم يفز بهذه البطولة.
والبطولة دايما بتشهد مفاجآت. عايز اتكلم على مفاجأة كانت تخصنا اللي هي بطولة 98 في بوركينا فاسو. طبعا كنا قررنا ان احنا نغير القطع بتاع الاهرام الرياضي، فعشان نغير القطع عايزين نعمل شغل يعني جامد. فاستاذ ابراهيم حجازي رحمه الله، وكان العزاء واليومين رحمة الله عليه، فطلب مني ان انا افكر في حاجه مختلفه نبتدي بيها الشكل الجديد للمجال. فكلمت كابتن محمود الجوهري ايضا رحمه الله، قلت له كابتن جوهري انا عايز اعمل معاك حوار. فقال لي ماشي نعمل حوار. قلت له لا مش حوار عادي، نغير شكل المجال لو عايزين نعمل حاجه جامده يعني. فقال لي خلاص تعالى البيت. فرحت له البيت، فكانت اول مفاجاه ليا انه الاقي الجوهري اهم هوايه عنده ايه؟ ايه؟ العزف على البيانو. الله. وبيغني. هذا الرجل القوي الحماس. قعدت جنبه في الليفنج بتاعه في شقته في مصر الجديده، وهو عمال يعزف على البيانو وبيغني. الله. دي كانت اول مفاجاه ليا. وخدنا صوره الكابتن جوهري المصور القدير حسام دياب، هو اللي كان طبعا معايا استاذنا جميعا، وصوره وهو بيعزف على البيانو. تاني مفاجأة، قال لي انا هدخلك لأول مرة في حياتي هسمح للصحفي يدخل غرفة العمليات. غرفة العمليات دي اللي هي اوضته، اللي هي الحيطان كلها اشرطة فيديو ماتشات، وسبورة كبيرة عليها ملعب كورة، وشخبطه وخطوط وعبارات واسهم طالعه واسهم نازله. دي غرفه عمليات كابتن جوهر. الله. فاتكلمنا على حاجتين في غرفه العمليات. ماتش مصر وايرلندا كاس العالم 90. وقال لي انه لو ما لعبش بالطريقه دي كانت مصر هتخسر من 8 9 0. فمش مهم ده دلوقتي، المهم انه كلمني على بوركينا فاسو. قال لي المصريين بيحبوا مصر جدا، بيحبوا المنتخب جدا. فبدات اختار المنتخب، وبدات الانتقادات. فكان لازم اريح الناس واقول لهم انا مسافر العب على المركز 13 من الاول. بالمناسبة كيروش ما قالش التصريح بتاع انه كأس الأمم مش مهمة، وان انا بس رايح عشان خاطر استعد لكأس العالم. كانت في بعض اللخبطة شوية في نقل التصريحات وفي الترجمة. فالكابتن جوهري قال ان انا رايح العب اخد المركز 13 في كأس الأمم في بوركينا فاسو. وعايز اقول لك انه كان مقنع لدرجة انه الناس صدقت. مش بس الناس في مصر صدقت، الناس في افريقيا والاعلام الافريقي اخرج مصر من كل حساباته، وفوجئ الجميع سواء في مصر او في افريقيا بمنتخب الجوهري بياخد البطوله. الحكايه دي كان ليها معنى يعني، ولا يزال ليها معنى مهم، انه لا نبالغ في الثقة ولا نبالغ في الهجوم. لأنه كرة القدم لا تعترف بمثل هذه المعادلات. ياما دول استضافت أمم أفريقيا وهي مؤهلة للفوز لكن لم تفز. أنا ما رضيتش أقطعك وأنت بتحكي عن الكابتن الجوهري، بس أنا في حد غششني قصة كده عن الكابتن الجوهري. يعني الكابتن الجوهري كان بيديك التشكيل انفراد في بعض الأحيان بمقابل، يعني مش ببلاش. دي حكايه حصلت في كوريا الجنوبيه. انا سافرت مع المنتخب، و تاني يوم الصبح المفروض في اول تمرين للمنتخب، الاتوبيس واقف واللعيبه نزلت. وكان كابتن جوهري الحقيقه دايما الاهتمام بالصحفيين يعني. فزمايلي ركبوا الاتوبيس رايحين التدريب، وانا فضلت قاعد في الكوفي شوب معايا الجرايد وبشرب قهوه. كابتن جوهري بص وما قالش حاجه وما كلمنيش طول اليوم يعني. تاني يوم اتكرر نفس المشهد، فلقيت كابتن جوهري جاي لغايه عندي
بيقول لي ياسر هو انت مش هتيجي معانا التمرين؟ قلت له كابتن جوهري انا يعني ما ادعيش ان انا شاطر قوي في الكوره، فلو جيت حضرت التمرين او لو حضرت التمرين 10 ايام لا عمري هعرف التشكيل اللي حضرتك هتلعب بيه ولا هعرف الخطه اللي انت هتلعب بيها، فعلى ايه وجع الدماغ ووجع القلب انا قاعد بقرا الجرايد وهستنى لما حضرتك تيجي اسلم عليك وخلاص. طبعا هو ضحك جدا طبعا، فقال لي طب تيجي نعمل اتفاق؟ قلت له نعمل. قال لي انا هروح التمرين وارجع وانت تقول لي اخبار الدنيا ايه وانا اقول لك التشكيل والطريقه اللي هلعب بيها ايه. يعني انت يقول تقول له انت الاخبار المكتوبه في الجرايد الاجنبيه وهو يقول لي التشكيل والطريقه دي العظيم. فاتفقنا على كده، فكانت هي كانت دوره كوريا هي فبدات انا الاهرام جورنال الوحيد اللي ينزل قبل كل ماتش يمثل منتخب مصر اليوم، مفيش احتمالات فلان وفلان 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 وفلان، مش اللي هو ايه ربما يلعب بالتشكيل، لا 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 غالبا هيلعب بالتشكيل، مفيش احتمالات، هو ال 11 هم ال 11 وهيلعب ومين اللي هيغير الشوط الثاني ومين. حتى الله يرحمه استاذ ابراهيم حجازي بعد ثالث ماتش كلمني في التليفون وقال لي ياسر هو في ايه؟ قلت له ايه يا استاذ ابراهيم؟ قال لي بس انا افهم الانفراد يجي مره مثلا، قال لي انت بتعمل انت بتعمل ايه مع كابتن جوهري؟ انت انت الوحيد اللي بتكتب التشكيل والطريقه. انا مبسوط بس فهمني. فقلت له لا ابدا، اصل هو كابتن جوهري انا بروح التمرين فعرفت هو بيعمل ايه وبيلعب بمين. ف دي شطاره صحفيه مني خارقه وانا قاعد في الكوفي شوب عادي عارف كل اللي بيحصل انا قاعد في الكوفي شوب. هو كان راجل عظيم وراجل، ولو انه بس لما خرجنا من كاس العالم قدام ليبيريا كان ماتش ملعوب في اكرا طبعا جون جورج ويا الشهير. انا عايز اقول لك بقى انه انا كصحفي كنت مع منتخب مصر، سالت على منتخب ليبيريا فعرفت ان هو قاعد بره اكرا في منطقه نائيه كده وتقريبا شبه عشوائيه وقاعدين في اوتيل رخيص جدا، فانا خدت تاكسي لغايه اخر عمران اكرا، بعدين ركبت الميكروباص وبعدين الميكروباص تاني لغايه لما وصلت المنتخب ليبيريا. فجورج وايا اللي بقى رئيس ليبيريا دلوقتي احترم جدا ان انا كصحفي عملت المغامره دي، فاصر ان انا اتعشى مع منتخب ليبيريا وبعدين قعدت انا وهو ونتكلم كتير عن الكوره في مصر وفي ليبيريا وفي غانا وفي افريقيا. فبعد كده راح جايب لي ورقه بيضه وقلم ورسم لي الملعب وقال لي انا هبقى هنا وعصام الحضري هنا وانا هشوط الكوره وهجيب جون في الزاويه دي. لا بخط ايد جورج وايا. فرجعت طبعا لقيت كابتن جوهري والسفير المصري والبوليس قلبين الدنيا عليا لانه شكوا ان انا كنت اتخطفت في غانا في اكرا يعني. فقلت لهم لا انا كويس، انا كنت مع منتخب ليبيريا وطلعت كابتن جوهري الاوضه. لا بس الاول انت هنا قعدت اكيد قلت ده مغرور جدا. انا قلت مش هيحصل يعني. بعدين انا كمان مبالغ فيها يعني. انا حتى قبل ما امشي قلت له كابتن جورج انا هقول لكابتن جوهري على الرسمه دي وهديها له. قال لي اديها له، انا هجيب الجون هنا. فدخلت الاوضه عند كابتن جوهري في الاوتيل وقلت له جورج وايا قال كذا 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 والورقه هي كابتن جوهري. فقال لي طيب. فالمهم الماتش اتلعب وجاب الجون زي ما رسموا في الورقه. انت شايف الجون ده دلوقتي اكني شايفه يعني، شايف الجون ده اللي هو بتاع امبارح اكني شايفه دلوقتي. انا بعد كده كنت في تونس وقاعد مع جورج وايا في الاوتيل لما تونس كسبت ليبيريا. فجورج وايا قال لي ساعتها، قال لي عارف انا عملت كده ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي كنت بعمل لك انت وكابتن جوهري وكابتن عصام الحضري، انا قلت لكم هجيب الجون ازاي وجبته زي ما قلت لكم عليه. انا لسه حابب اسال، ده يا ريت الهدف ده يكون عندنا، يا ريت والله نبقى نعرضه، يا ريت. لا اصل دي لقطه شهيره واحتفال جورج وايا كان مشهور جدا وكان احتفال لأنه من لأنه الاحتفالات العظيمه لأنه يعني. لانه كان يقصد ان هو ادانا الجون وهيجيبه ازاي ورسمه على الورقه
وجابه بالطريقه اللي هو رسمه بيها. مين نجوم افارقه تاني قابلتهم عملت معاهم لقاءات تفتكر معاهم قصص زي جورج وايا كده في بطولات افريقيه؟ لا يعني ما اسعفنيش الحظ يعني ان هو جورج وايا انا قابلته يمكن اكتر بس من مره، لانه قابلته في اكرا وقابلته في تونس وطلبت من استاذ ابراهيم نافع وقتها كان ماتش تونس وليبيريا هيحدد مين اللي يوصل كاس العالم. صحيح. طلبت منه ان انا اسافر اغطي المباراه الحاسمه دي رغم ان مصر ما بتلعبش، وده كان مش معتاد في الصحافه المصريه انه انت مسافر مع منتخب بلادك يعني. فسافرت فكنت بقى قاعد مع منتخب ليبيريا مش ضد تونس يعني، لكن هي الظروف كانت جت كده يعني، لانه دايما ليبيريا بيقعد في اوتيلات رخيصه شويه. فتمام يعني انا معاك وانا في الرخيص ده. انا مع منتخب ليبيريا. طيب وجورج واي كان راجل لذيذ يعني. طيب هذا عن التاريخ الرائع لبطولات افريقيه او جزء من هذا التاريخ يعني. الحاضر بقى، هذه البطوله تتوقع لها نجاح؟ تتوقع لها منافسات قويه؟ تتوقع لها تنظيم جيد من الكاميرون؟ تتوقع مشاركه جيده لمنتخبنا الوطني؟ ده بشكل عام عن البطوله. هو في مخاوف اولا بعيدا عن كره القدم من اوميكرون وممكن بعض الاضطرابات الموجوده، والجيش الكاميروني نزل من يوم الاربعاء يعني يحمي البطوله، وده دي بعض المخاوف او الشكوك. بس عاده في افريقيا على مدار مشاركاتنا الافريقيه الاضطرابات دي موجوده. ما انا يعني ان شاء الله ما اقصدش انها يعني انا فاهم، بس ممكن يعني تاثر بشكل ما او باخر يعني. صحيح. الحاجه الثانيه اوميكرون ممكن تفاجئ منتخبات باستبعاد بعض لاعبيها، وده حصل في العالم كله يعني مش في افريقيا بس يعني. لكن انا اتوقع يعني انا اتمنى ان مصر تفوز بكاس الامم يعني. وبتفائل دايما كل ما بنهاجم المنتخب ونتشائم ويعني بيبقى فرصه كويسه ان احنا نكسب يعني. صح. لكن اعتقد انه الفرق المرشحه يعني هتبقى الكاميرون وهتبقى الجزائر وهتبقى نيجيريا والسنغال والسنغال، واعتقد دول المغرب اهم اربعه يعني. لا يمكن دول الاربعه الاهم. المغرب قوي جدا يا دكتور ياسر جدا، مع خليلوزيتش كمان عامل منتخب محترم جدا في تصفيات كاس العالم. بس المغرب بقى لها كام يوم عندها مشاكل بسبب اوميكرون وفي لعيبه يعني مش هيلعبوا ممكن بفريق مكتمل يعني. لكن انا بقول الاربعه، لكن انا بقول لك انه انا عايز مصر تكسب يعني. مش معناه انه مصر بتطلعها من الحسبه يعني. واعتقد انه يعني صامويل إيتو برضه في الحوار اللي انا اتكلمت عنه قال انه يخشى منتخب مصر بقياده محمد صلاح يعني. هم شايفين انه محمد صلاح ممكن ان يصنع الفارق يعني. تعرف يا دكتور ياسر بفتكر انا ودايما كنت بذكرها وانا في الحلقات يعني احنا كنا بنخاف من توجو عشان بيلعب فيها ديبايوس، كنا بنخاف من الكاميرون عشان صامويل إيتو، كنا بنخاف من كوت ديفوار عشان دروجبا. يعني انت هتلاقي ايه في منتخبات فعلا كانت قايمه على اللعيب. احنا الحمد لله محمد صلاح، بس معانا لعيبه تانية مميزه، بس محمد صلاح برضو مدينا تقل. ما احنا بقول لك كنا بنخاف من المنتخبات عشان لاعب. عايز اقول لك حاجه، وده مش تحيز لمصريتي يعني. كل اللعيبه النجوم دي لم تصل الى ما وصل اليه محمد صلاح. اكيد يعني دروجبا لم ينافس على لقب اللاعب الافضل في العالم، ولا صامويل إيتو، ولا روجيه ميلا، ولا اديبايور، ولا اي يعني. صحيح. محمد صلاح صنع ما لم يصنعه كل نجوم افريقيا، مع كامل الاحترام لكل النجوم. صحيح. وفي كتاب طلع من سنتين اسمه ميد ان افريكا، بيتكلم على نجوم افريقيا المحترفين في اوروبا، ومؤلف الكتاب انا مش فاكر اسمه دلوقتي، لكن هو قال انه سيبقى محمد صلاح هو افضل من حمل شعار ميد ان افريكا يعني. هو اللي هيغير التاريخ، تاريخ النجوم الافارقه في اوروبا. هل الان تقدر تنج انه محمد صلاح افضل لاعب افريقي في التاريخ؟ انا شايف انه افضل لاعب في العالم دلوقتي. انا بتكلم على مستوى التاريخ يعني، ما تقدرش تقول محمد صلاح افضل لاعب على مر التاريخ، لكن لا. ممكن تقول افضل لاعب. هو افضل لاعب افريقي في التاريخ حتى الان. حتى الان
يعني هو وصل لمكانة لم يصل إليها أي لاعب. يمكن بس نبتدي نفكر شوية في إيزيبيو، ولو إنه ممكن يعتبر برتغالي يعني، لكن محمد صلاح هو أفضل جورج لاعب وايا خد أكيد. أفضل لاعب في العالم، جورج وايا خد أفضل لاعب في العالم. بس جورج وايا دايما كان عنده جزء من المرارة إنه لم يلعب كأس العالم، ف صح، يعني نقص. دايما دي كانت عنده إحساس، هو قالها لي يعني إنه ما قيمة أن تكون اللاعب الأفضل ولا تلعب في أكبر بطولة في العالم، يعني دايما كان عنده المرارة دي. على العموم يعني حتى لو كان جورج وايا، فأنا من حقي إن أنا أتحيز لمحمد صلاح. أفضل مدير فني في هذه البطولة كاسم مين؟ هو أكيد مش كيروش، بس هو في حقيقة الأمر كيروش. يعني أنت لما بتتكلم على السي في، كيروش هو أفضل المديرين الفنيين الموجودين في البطولة على اسم تاريخي يعني، واسم خبرات كبيرة كسي في، اسم كبير. والله عشان كده سألتك السؤال ده، ما لا أقصد بيه شيء، بس لما تبص على مستوى السيفيهات والأسماء اللي موجودة بين كل المنتخبات، في أسماء لها خبرات أفريقية، بس كيروش سي في عبقري. عشان كده حتى هو كيروش، بس المشكلة انه طبعا في، انا قريت بعض الانتقادات ليه ان هو عشان كان جون فمدرب محدود المستوى، وده يعني فكر محدود اصلا، انا منطق غريب اسف جدا يعني، طبعا. لانه اولا كيروش بعد ما ساب موزمبيق وهاجر او رجع يعني للبرتغال، هو بيعتبر نفسه من موزمبيق وراح البرتغال فتعلم في أكاديمية البرتغال، وكان أستاذه فيريرا، ده كان أستاذ كيروش. هتكلم على جوزفالدو فيريرا اللي هو المدير الفني الأسبق للزمالك، وعلمه وأصر إنه يبدأ تدريب ب9 سنين واتناشر سنة، فيمكن ده خلق حاجتين عند كيروش إحنا بنعاني منهم، أو حاجة إحنا سعداء بيها. أولا خلق منه إن هو إنك تقدر تقود هؤلاء الأطفال وتعلمهم، فده يديك طاقة أكبر وتفكير أكبر في بس خلق كمان حاجة هي الدكتاتورية. ما أنت لما تمرن 9 سنين مش حد هيقولك لأ، صح، مش حد هيناقشك، وما ينفعش حد يناقشك. يعني فده خلق فيه الحاجتين. بعدين صحيح، درب، هو قال كيروش في أكتر من حوار إنه أستاذه الأول أليكس فيركسون اللي اتعلم منه حاجات كتيره جدا، في مانشستر يونايتد. و فهو يعني مش مساله سي في بس، لكن هو خبرته اكيد كتيره جدا، لكن انا ما بحبش الاعتماد فقط على السي في مؤكد في المدربين، لانه كانت ايه السي في بتاعت مانويل جوزيه لما جه الاهلي؟ صحيح، كانت يعني ما كانش مدرب مميز جدا، لكن نجح وعمل انتصارات عظيمه مع الاهلي. صحيح صحيح، اتفق مع حضرتك. دكتور ياسر، انت دايما بتشرفني وبتنورني، ودايما بس بستمتع بالحكايات العظيمه بتاعت حضرتك. انا بشكرك شكرا الله يخليك، جزيلا. واتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان ان شاء شاء الله يا الله، رب، ان شاء الله. ونكسب الثلاثة الجاي اول ماتش لينا. اشكرك يا دكتور، اشكرك شكرا جزيلا. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم يا رب على ألف خير.